ودابا المساجد مسدودين، فين الدعم للفقير؟ فين هو؟ الفقير كيخرج يلعب الكرة أحسن، جوج المليون في الشهر شداه يخرج الفقير. من بعد يقول لك لا وكذا و و و ولادنا غيخدموا فقي. دابا دابا انت ابنك غيكون انا امام باش يعطيوها 800 درهم للحومه، فين هو؟ قلتكم انا الكلام ما غيعجبو حد، هذا الكلام هذا. هي اسبانيا قدامنا، شنو بيناتنا حنا وبين اسبانيا؟ شنو الشباك وصافي؟ ها هو اعطوني دابا 20 دقيقه انا في اسبانيا، 20 دقيقه ما هنا من تطوان. ما اذا كنتي في الفنيدق اطول يدك هكذا يخرج عند اسبانيا. اسبانيا قريبه للنهاية. المعاق واخا ما يطلبش الفلوس، هو يجيبوهم له تال الدار. ابراهيم قرطوبه قال باغي نبدل الحرفه، باغي نسجل في معهد الرقص. نسجلوا كاملين اخاي ابراهيم، نسجلوا كاملين صافي يا اخي، ما كاين علاقتي الطفطافه. دابا يقول لك ودي عينك هذا فقير وكيعرف لاقيت الطبطابه، الله يطبطب لكم الراس. رحنا قريبين كنسمعوها فيما مشينا. المهم اسبانيا هي قدامنا، المعاق كيتخلص بحال وازي احسان، عنده القيمه في اسبانيا. هاك هو معاق في اسبانيا، مصبعاتك معاق من ذوي الاحتياجات الخاصه. واسبانيا انت كتلعب الحديد في لاصال وكيخلصوك. دابا هذيك نهضر لك على المحكاكه، اسبانيا في الاتحاد الاوروبي. اما اذا طلعتي لهولندا، انت راه وهولندا شي حاجه. انا نقول لكم واحد النقطه شفتها انا وسمعتها في هولندا، شي حاجه غريبه شويه ونحماقوا، اللي على طريقه الاخ محمد رزقي عاود لي كان. المهم شي واحد القضيه كانت نعبروا عليها، وانا رباط سطيت، وانا رباط سطيت شويه ونحماقوا. راه ملي كتشوف شي حاجه ما كيستوعبهاش العقل. هولندا واحد المغربيه كان بيني وبينها تواصل، وقالت لي واحد الكلام وسقسيت عليه الناس، وكان جبر هذا منتشر عادي في هولندا، ولكن حيتاش انا في البلاد عربان ما عندهم لا راس لا قاع جاتني غريبه. شنو عاملين في هولندا؟ اذا كانت عندك يماك مراه كبيره واعتانيتي بها في الدار، تشوف كيعطيوك الخلصه، هي كيخلصوها ليله ويخلصوك انت اللي مقابلها. تصور بر الوالدين كيخلصوا عليه في هولندا، يا اما امك يا اما الام ديال الزوج او الاب، او الاب ديالك او الاب ديال الزوج. بحال دابا باك اذا بغيتي تهلا فيه في الدار ودعتاني به، باك راجل كبير في السن، المسنين في هولندا ديك المسن كيتخلص. وبنته اللي كتقابلو عندها الشهريه ديالها. ايوا والله ورا عليا شي ميزان اللي كيقولوا خوتنا المراكشيين، ورا عليها شي ميزان، ورا شي حاجه صعيبه. وحنا هنا لا، انت كتشوف الدعم لمن كيتعطى. انا ما كنتكلمش على الدعم ديال الحماق ديال البارح، مليون ومليار و400 مليون، هادو راه كتسمى عصريف شويه. وراه كاين شي مسائل اخرى من بينها وتكلم عليها الوزير، ما نعرف الهاجري ولا المهاجري، ديك البرلماني ماشي الوزير. شنو قال له؟ قال له هذا الدواء كيتخلص ب بأربعة دراهم أو ستة دراهم، وكيتباع للمواطن بمية درهم. بيبا مونير مارتير قال لك مرضي ومخلص من الفوق. والله أخي إذا كاينة في هولندا، في هولندا كتدير الرضا والفلوس، يماك معاك في الدار كتهلا فيها، كيخلصوك على داك الشيء اللي كتعمل وكيخلصوها حتى هي. وهي اش غاتعمل يماك بديك الفلوس؟ المهم كيقول لك هذيك الخلصة ديالها السيدة تشري شي حاجة، تشاهد شي حاجة، وبنتها اللي كتهلا فيها حتى هي غنعطيوها الخلصه ديالها. اترى الفلاوز هولندا، وحنا لا عربان تابعين اوروبا في الدعاره، في شي حاجه الفساد، شي حاجه في الخوا الخاوي. الحريه صاياتي حرياتي، خصنا نتعرو، والفلوس ما كاينش. ايوا المهم هادشي اللي كاين، وكان درت شو شويه في هاد الفيسبوك وصافي. ما حنا هاد الكلام حدو غيبقى هنا، شكون غيسمع لك انت؟ شكون غيسمع لك؟ بزاف التاثير ديالكم، بزاف التاثير ديالكم، بزاف. اذا وصل غيزولوا ديك جوج د الحوتات اللي في
في الران بوينت مهديه صافي هذا اللي يقدر، اما شي حاجه التغيير ما كاينش. كنبقاو في الفيسبوك نفوجو نضحكو كذا وصافي، ما انا 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 صافي وصافي ومشي مغنيين داو الدعم وتشوفوا شي حاجه كبيره بلا على هكذا القضيه كبيره على هذا الشيء هذا. وانا كنقول لكم اسبانيا قدامنا، المعاق يتخلص، الارمله الله يا اخي من ذوي الاحتياجات الخاصه، وعلاش ما نكونوش احنا فحالو؟ على شنو زايدين علينا؟ وحنا دوله وما دوله، عندنا موارد. اسبانيا مي كتجيب الطوموبيل وتبغي 10 في اسبانيا و500 الاورو، حنا في المغرب 20 مليون. المرسيدس اللي صنعت، المرسيدس اللي صنعت الطوموبيل ما كديش فيها اللي كتدي الدوله ديالنا باش تعصر السياره، وقديمه كيطلبوا لك تسعود. المرسيدس 240 كانت كتعشر ب 8 مصنوعه في 910 ومصنوعه في الثمانينات وباقى العشر ديالها 8 المليون 80000 درهم. اما دابا هذا الرانج وكذا هاي هاي. والمهم دابا نقول هذا الكلام فضيحة الشيخ رضوان، عاود مع خيانة زوجية مع ليدي غاغا، فوقاش ما نخرج في شي لايف خرجنا على الفقيه وقلنا له مكادا ايوا هادشي اللي كاين. وحنا اذا حنا يلا تقول شي كلام ديال الحق يدوروا لك من لهن. ايوا اجي نقول لك ماشي شي ناس ولا بعض عاشي ناس. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا هادشي اللي كاين وصافي. قضي حاجه قضي حاجة. بعض حنا مقابلين بعض ما هي لا لا، هادي خصها ماشي لايف فيه ساعة، هادي خصها لايف فيه نهار من الصباح حتى الليل. حنا فالحين مع بعضنا ياه، نحتقروا بعضياتنا نسبوا بعضنا مع بعضنا، الشعب مع بعضنا ياه، ما كاين على الافتراس. ولكن باش تكلم على حقك لا ابدا. شحال من واحد كتجبرو كينتقد شي حاجة الجار ديالو، يمشي شي حاجة يوقف الجار ديالو هنا على يسبى غدا، ولكن باش يمشي يعيط للقائد ولا المقدم. اه غادي نوريك فين. اه هنايا هاد الشارع هذا.